أن تكون عادلاً هذه ليست شجاعة، وأن تكون محتوياً فهي أيضاً ليست شجاعة. يعني إيه؟ النهاردة الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا كتبت على الصفحة الرسمية ليهم أنه أو كانت بتتكلم أكتر على موضوع التحكيم، ولكن طبعاً بطريقة زي ما حضراتكم شايفين، أن تكون عادلاً هذه ليست جريمة، وأن تكون من عندي أنا بقى أن تكون محتوياً هذه هي الجريمة. إيه الفرق ما بين العدالة والاحتواء؟ زي ما حضراتكم شفتوا امبارح، شفنا كرة لا يمكن أن نتكلم فيها إلا بشيء واحد فقط، وهو أنها احتواء، كرة الاحتواء. احنا هنفضل كده لغاية امتى؟ طب ليه يا عم اسلام بتتكلموا كده كل شوية؟ هل انت الاهلي خسر؟ هل الدوري خلص؟ هل مش عارف ايه؟ لا يا جماعة، احنا بنتكلم كده لانه احنا بنتكلم في مصلحة كرة القدم المصرية. اللي بيحصل ده مش صح. النهاردة في اخطاء بالجملة في مباراة، مثلا انا اتفرجت على مباراة الاسماعيلي والمحلة، اخطاء بالجملة. وجهة نظري انا، على فكرة انا ما بسألش حد، أنا بشوف وجهة نظري وبعدين برجع أسأل، إذا سألت يعني بسأل خبراء كبار جدا في عالم كرة القدم، إذا كان التحكيم فيبقى في التحكيم. لأنه اللي بيحصل ده من بداية الدوري، هل هناك مخطط لإسقاط تجربة كلاتنبرج؟ هل هناك مخطط لإفساد هذه المسابقة، مسابقة الدوري العام؟ أو إن إحنا نقول إن مسابقة الدوري العام دي فقدت نزاهتها؟ لن نقول هذا الكلام، لأنه الحقيقة حكامنا في مصر على أعلى مستوى، وهنفضل نقول هذا الكلام. أنت بتقول إيه يا عم دلوقتي وبعدين بتقول إيه؟ آه، في بعض الحكام على أعلى مستوى، ولكن اللي إحنا بنشوفه من بعض الحكام الآخرين هو موضوع غير طبيعي، واللي بيحصل ده غير طبيعي. اللي بيحصل ده غير طبيعي. وهنا انا النهارده في ماتش المحله والاسماعيلي، مباراه المحله والاسماعيلي اللي يتفرج عليها تقعد تضحك، تقعد تضحك. انا قعدت وانا قاعد بتفرج كده، يعني انا اهو عشان ما حدش يقول لك انت بتتكلم على الزمالك، انت بتتكلم على اللي مش عارف ايه، اهو مباراه المحله والاسماعيلي. مش ممكن يا جماعه اللي احنا بنشوفه، أخطاء تحكيمية واضحة وفجة. وبعدين إذا كان من الحكم الرئيسي أو من الفار، هنا في مباراة المحلة ممكن أجيب لك إن حد من الاتنين، يعني يا الحكم الرئيسي يا الفار. ليه؟ لأنه الحكم كان بيستنى الفار يقول له. لكن إحنا وإحنا قاعدين بره، إحنا شايفينها، إحنا شايفين إن هي جون. أنا شخصياً شايف إن هي جون، وغيري 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 وغيري. قد اكون مخطئ، ولكن مخطئ في ايه بس يا عم اسلام؟ انت كل شويه هتقعد تمسك، لا مفيش ماسك عصايه من النص، خلاص من اولها كده عايزين نتكلم، لانه احنا بنتكلم في الصالح العام. عايزين نتكلم في الصالح العام. هتقولنا حاولوا تجيبوا لنا حد من المحله طيب يكلمنا، يمكن انا مش واخد بالي من المحله او من الاسماعيلي من اي حته. وهتقولنا بعد كابتن، لو هتجيبوا لنا حد من المحله هتقولنا برضو كابتن ناصر عباس يقول لنا النهارده في مباراه المحله والاسماعيلي، هو ده طبيعي؟ طب اللي احنا شفناه امبارح، قلنا ان هو ماشي احتواء، والكلمه الشهيره اللي بتتقال من ماتش الخمسه ثلاثه لغايه دلوقتي، وبعدين كلها اخطاء بتخسر فرق. الاسماعيلي النهارده كان ممكن جدا، على فكره ده ممكن يحصل في يوم من الايام مع الاسماعيلي، هم لعيبه الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي ملوش علاقه، عشان ما حدش يدخل الاسماعيلي طرف، ملوش علاقه. ولكن انا بتكلم في الاخطاء التحكيميه بهذا الشكل وبهذا المنظر. وبعدين عشان ما حدش بس يدخل الاسماعيلي يقول لي الاسماعيلي انت بتتكلم على الاسماعيلي وبدخل الاسماعيلي طرف، والله ما بتكلم على الاسماعيلي. هو الاسماعيلي نادي جماهيري كبير جدا، زيه زي نادي المحله، نادي كبير وجماهيري جدا، كبير جدا وجماهيري. انا بتكلم على مستوى التحكيم في مثل هذه المباراه، اللي كلنا والله العظيم ثلاثه، انا قبل المباراه قاعد مستني المباراه وقاعد اتفرج على المباراه من 3 ل 5، عارف ان انا هتفرج على مباراه حلوه، المحله والاسماعيلي.
لكن تظهر بهذا الشكل اللي احنا من في الأداء التحكيمي. طب وبعدين ده احنا لسه في الأسبوع الثاني، هل هناك مخطط لإفشال كلاتنبرج؟ معرفش.